السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو غادي يكون واعر واعر بزاف، واللي غادي نهضروا فيه على تالق لاعب المنتخب في الملعب الاوروبيه، واكيد غادي نديروا تحليل اهداف مع التقييم وما الى ذلك. واخص بالذكر هنا زكريا ابو خلال، جواد اليميق، سالم املاح، وليد شديره، وكذلك مفاجاه حكيم زياش وشنو وقع ليه اليوم في الماتش ضد برايتون. والكلام ايضا غادي يكون على توماس قاس حراس والمسلسل الدرامي ديالو مع المغربي نصر مزراوي. المهم ما بغيتش نطول عليكم في المقدمه، راه الفيديو فيه تفاصيل كثيره وعاجله جميلة جدا، وشعارنا كالمعتاد هو كل شيء غادي يكون بالمختصر المفيد. ونبداو اولا مع الهدف اللي سجلوا البارحه زكريا ابو خلال مع نادي تولوز، واللي كان في شباك ليون فرنسي برسم الجوله 31 من الدوري الفرنسي طبعا. وشخصيا باش عجبني هذا الهدف هو اصرار ابو خلال على احرازه. المهم قصه هذا الهدف كانت تحديدا في الدقيقه 36 من زمن الشوط الاول، وكما كيبان لكم حاليا الهجمه كتبنى من الجهه اليسرى اللي كينشطها الجناح الجزائري فارس الشايبي، اللي هذا الاخير كما كتلاحظوا كيتلقى الباس على الطرف الايسر، واللي هي نفس اللحظه بالملي اللي كيضرب فيها المغربي سبرينت ديالو للعمق. وشوفوا الاصرار ديالو والالحاح على طلب الكره، لانه عارف بان المدافعين اللي قدامه كاملين في خبر كان، بحيث مركزين فقط على حامل الكره ومخليين زكريا بدون اي مراقبه تذكر مع المساحه اللي قدامه. وهنا صراحه كان على فارس يلعب العرضيه عند ابو خلال، او على الاقل يباسي مع هذا اللاعب اللي كان معاه، الا انه فضل يلعبها بالكعب للظهير القادم من الخلف. وشوفوا مره اخرى اصرار زكريا ابو خلال على طلب الكره، بحيث كل مره كيزيد دي لانه عارف بانهم ديبلاسي في المكان الصح بعيدا عن اي مراقبه تذكر من المدافعين. المهم هنا كتلعب الكره العرضيه اللي كيتوصل بها الهولندي برانكو فان دير بومان، واللي كما كيبان لكم نزل عليها بواحد دومي فولي، وبطريقه او باخرى الكره كترتد من المدافع وكتوصل في اخر المطاف عند زكريا اللي كان في الوقت والمكان المناسبين. وكما كتلاحظوا دخل في صراع ثنائي وعمر لك على الكره ديالو، وبذلك تغلب لك على المدافع، ثم من بعد ما عطلهمش بوم ارضيه زاحفه جول، ليعلن بذلك عن اولى اهداف المباراه. اما التقييم ديالو في هذا الماتش هو 6.8. ايضا اليوم الثنائي جواد اليميق وسليم املاح تالقوا اليوم وداروا ماتش كبير مع نادي بلد الوليد، بحيث بجوجهم ما شاء الله سجلوا اهداف. نبداو مع الهدف الاول ديال سليم، واللي مبدئيا كنلاحظوا ان المدرب الاوروغوياني باولو بيزولانو كيصعد لينا المغربي املاح كثيرا للعمق، تحديدا كيكون دائما وراء المهاجم الكندي كايل لارين، بمعنى كيكون قريب بزاف ليه المرمى، وهذا الشيء اوتوماتيكي اللي خلانا نشوفوا املاح كيمارك الاهداف مؤخرا. وكما عارفين غير في الماتش اللي فات كان سجل هدف ضد مايوركا، وكنا هضرنا عليه في هذا الفيديو تحديدا. المهم كما كيبان لكم هذا هو سليم اللي متقدم للعمق وراء المهاجم الكندي كايل لارين، اللي خف نزرب اللعب مع الاندور، ثم املاح ما شاء الله عليه كيتوغل بين المدافعين، وبلمسه السحر حطها بشويه على يسار الحارس الاسباني بيبرينا، واللي كما كتشاهدوا الاخير بقى مبلوكي في بلاصته. وبالمناسبه هذا الهدف طبق الاصل ديال الهدف اللي سجلوا املاح في الماتش اللي فات ضد مايوركا، لان القاسم المشترك بيناتهم وهو الهدف مخدوم بين املاح والمهاجم كايل لارين. وهذا الشيء اللي قلناه قبيله بان المدرب باولو بيزولانو كيلعب ليك المغربي املاح وراء المهاجم الكندي لارين، والواضح ان بيناتهم تفاهم كبير جدا. اما عن الهدف الثاني فبكل امانه جواد اليميق في هذا البيت وكانك تشاهد الفرنسي كيليان بابي، بحيث شد من نصف الملعب مع واحد سبرينت على الطرف الايمن، ثم من بعد كيتوغل للعمق وكيقلب لك المدافع اللي مشى مع الفانت، وبذلك هذا الاخير اصبح خارج اللعبه تماما باي باي، ثم بوم كيسدد في الشبكه جول وسط فرحه تشكوكيه من اللاعب جواد اليميق. وصراحه هذا الهدف من اجمل اهداف جواد في مسيرته الكرويه. اما عن تقييم اللاعبين فعندك سليم املاح تحصل على تنقيط 8.4 طبعا كاعلى تقييم في المباراه، اما جواد اليميق فتحصل على تنقيط 8 كثاني احسن تقييم في الماتش. وقبل ما ننتقلوا الى حكيم زياش، نستعرض عليكم خفنا زربنا الهدف ديال وليد شديره اللي كان تحديدا في الدقيقه 48، وباش نحطكم في الصوره هذا هو الدولي المغربي وليد، اللي كما كتلاحظوا بخبط كروي يتربص ويتبربص بين الدفاع، وبعد ما ديبلاصا وحط راسه في المكان الصح اوتوماتيكيا كيتلقى العرضيه من زميله في الفريق الايطالي غريغوريو، وبراسيه كيهزم ليك الحارس السنغالي الفريد غوميز اللي كيقلص به ان ذاك النتيجه بعد ما كانوا خاسرين بهدفين لصفر. المهم كيبقى هذا الهدف كلاسيكي، والمباراه في اخر المطاف سالت بالتعادل بهدفين لهدفين، وتقييم المغربي شديره وليد هو 7.2. وانتقلوا الان الى الدولي المغربي الاخر حكيم زياش، واللي اخيرا وبعد طول انتظار شفناه اليوم على ارضيه الملعب، بعد ما دخلوا المدرب لامبارت في الدقيقه 56 في المباراه اللي كانت ضد نادي برايتون، وان ذاك النتيجه كانت متعادله بهدف لهدف. المهم كما غالبا قلنا بان حكيم زياش في هذه المباراه ان شاء الله غادي يفرحنا بشي تمريره حاسمه من تمريراته السحريه المليمتريه، او يسجل هدف او على الاقل يساهم فيه، ولكن للاسف مع من؟ واش غادي يلقاها مع اداره النادي او من المدربين او حتى من بعض اللاعبين؟ نعم بالفعل حتى شي لاعبين للاسف كيبانوا لي مسمقلين، بحال الاوكراني ميخائيل مودريك اللي ضيع لينا اليوم بيت على حكيم زياش. المهم غادي نعطيكم القصه من الاول. هنا كما كيبان لكم تحديدا المغربي زياش حكيم، واللي كان كيطلب الكره من زميله في الفريق باش يلعبها معه في العمق، الا ان هذا الاخير فضل يلعبها على الطرف الايسر عند اللاعب ميخائيل مودريك، وطبعا زياش كمل الهجمه ودار سبرينت ديالو للعمق، وبذلك كينفرد لك بالحارس تماما. وهنا المنطقة
منطق العقلاني كيقول بان مودريك خاصو يباسي لحكيم، ولكن للاسف معاه من غاديش هضر. ولا زيدنا شويه اللقطه حداو مزيان مع حكيم زياش كيفاش كيطلب الكره بالالحاح، ولكن لا حياه لمن تنادي مع ميخائيل مودريك، بل ادهى من ذلك فضل يرجع الكره للوراء في مشهد غبي جدا على انه يلعبها للمغربي حكيم زياش. وفي الاخير يطلع واحد ما فهم والو في كره القدم ويقول لك حكيم ما بقاش كيماركي، حكيم ما بقاش كيعطي الاسيست، حكيم مستوى ديالو نقص والى اخره. ببساطه راه قلناها من زمان وراه ما كاينش معاه من. وللامانه حكيم في هذا الماتش ما بانش بداك المستوى الكبير اللي كيلاق به، وهذا الشيء طبيعي جدا بحكم الظروف اللي عارفينها كاملين. وبين قوسين اللي تفرج في الماتش اكيد غادي يكون سمع بان معلق المباراه اللي هو طبعا عصام الشوالي لخص لك الوضعيه ديال حكيم زياش بحيث قال لك بالحرف: لا يمكن انتظار شيء كبير من حكيم زياش مع تشيلسي، واللاعب مشاركته غير منتظمه، يشارك دقائق ثم يغيب، ثم يشارك شوط ويغيب لشهر كامل. يعني كما قلت لكم الشوالي جاب الخلاصه تماما. المهم الحل عند حكيم راه معروف وهي الهربة تنادي من هذا النادي. عموما التقييم ديالو في الماتش هو 6.5. ودابا ندوزو الان داك توماس قاصح الراسي مازال ما بغاش يهديه الله، وشرك لينا الدولي المغربي نصر مزراوي بحيث مره اخرى وللاسف حطو كتلاج واعتمد على الظهير المفضل ليه اللي هو بنجامين بافار، اللي هذا الاخير ما كانش كيقرقبها نهائيا مع المدرب يوليان ناغليزمان. المهم الماتش كامل مزراوي بقى على الدكه وشاد الدكه، وهو كيتفرج في الاداء السيء والمستوى الضعيف ديال بايرن ميونخ، والاهم من ذلك وهو كيتفرج على الضغط الرهيب اللي كان في ملامح توتو توماس قاصح الراس. لحد الان منين جا البايرن ميونخ خويا راجع اللور، ومادام المغربي مزراوي ما كيلعبش كاساسي من عندي الله يعطيها خساره مور خساره. وبين قوسين ديما كنقول لكم تفائلوا خيرا تجدوه، ولكن مع هذا المدرب كما عارفين كنتشائم منه كثيرا. عموما نبقاو متفائلين لعل وعسى هاد قاصح راسي يهدي الله شي نهار ويبقى يعتمد لينا على نصر بشكل اساسي. وحتى لهنا كنكون وصلنا لختام، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.